لا تهتم أحبائي، لأنه بالواقع الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر. فالكلمة الأخيرة للرب، كل ما يحدث في هذا الكون الله عارف فيها، فهو المتسلط في ممالك الناس، وهو كمان كريم، يعني الله معطاء، الله سخي في العطاء. عم يتكلم في عزته على الجبل، يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، وبيعطينا المطر وبيعطينا الهواء وبيعطينا يعني كل شيء بغنى للتمتع، وعم ببارك وعم بسدد الاحتياجات، والأرض عم بتطلع الغلة. طب ما هو الله اللي له السيادة والسلطان المطلق، فهو المحسن وهو الجواد المعطاء، أنعم علينا بالحياة. كل يوم إحنا بنشكر الله من أجل أنه أعطانا نفس جديد وحياة جديدة وبركة جديدة وفرصة جديدة حتى نكون في مركز مشيئته ونمجده في حياتنا. عم بيتكلم أنه حتى الله بيهتم بالغربان عم بعيلها، فهو الخالق والحافظ والمهيمن والمعين أيضا، أنعم علينا كل شيء. ثم شيء آخر أحبائي، الاهتمام لا يجدي نفعا، لأنه من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل.